الله هالسفرة شو حلوة، وبالتاكسي كمان مو بالباص. ايه لا عاد تفرحي كتير هيك، هاي السيارة مشان البضاعة، يعني إذا ما ضل قرنة بالسيارة بتكون ترجعوا بالباص. معلش معلمتي، نرجع بالطبون. يعني المهم هلأ أنت ترجعي بالتاكسي؟ وهلأ من وين نروح؟ روح من على اليمين بعدين بتكمل دغري. ضيعتكم كتير كبيرة؟ والله وأنا وصغيرة كنت شوفها كتير كبيرة، وكنت فكر إنه الحارات ما بتخلص. بعدين بالعيد رحنا على عنتاب، يوميتها من كتر مو كبيرة حسيت حالي رح دوخ، بس بتعود الواحد. ضيعتنا كبيرة كتير، عنا شي 200 بيت، البيوت بعيدة عن بعضها. إذا طلعتي ناديتي على السطح الجار بالزور بيسمع. ضيعتنا البيوت لزقانة ببعضها، والضباب بينزل على حاراتها بالشتي، وعند المغرب بصير منظرها كتير حلو. ومن أنا وصغيرة كنت بس خلص شغلي اطلع على السطح واتفرج على غروب، فرجة ما تتعوض. أنا ضيعتنا ما بتذكرها، أبي ما كان يطالعنا من البيت، بعدين قالوا لي بدك تتجوزي وبعتوني على غير ضيعة. ما بدي أتذكرها بالمرة. بالزور طلعت منها، إن شاء الله تنذكر وما تنعاد. المهم نحن رح نشتغل هلأ بغذائيات النهار وما في حدا إدنا. بدكم تكتبوا شو أخذنا ومن مينها، بقديش اشترينا وقديش الكمية. اليوم المسا رح تبدأ الدروس، فهمتوا؟ يي حلو، كل شي بعمله أنا منيح والله. صاحبة الشغل بتعمل كل شي. ناقصني معصرته كمان. ولك بده يعمل معلم فوق راسي، لك شلون؟ لك اذا ما بهدل معصرة فوق راسه ما بيكون اسمي بلال اغا ابن بوزان اغا، ولك العندبوري بشوية مصاري من التهريب بده يعمل اغا. اغا روق شوي، عود ارتاح، بجيب لك كاس تروق دمك. ولك بلا كاس بلا شنطاس جنتي. مالك آغا، سألني بالزيارة كاسات بتعدي لشهر، ماني مشتهي اشرب. ولك كل أهل الضيعة عم يتمردوا علي، نلعب الوشي. ناقصك يا شوال التبن. أكيد عيد سمعان شي، بس منين بده يسمع؟ لا أكيد سمعان شي، لكان ليش دار وشه؟ بيكون أخي هلأ نشرها بالضيعة. يا الله شو بدي آمن؟ وحدة منكم تساوي قهوة. منيح اللي طلعنا هالطلعة، كانت المزرعة مفتوحة على الفاضي. قديش فرح الحارس هو والبنات والمرأة. نحن لازم نطلع المزرعة كل جمعة يا رجب، نشفتنا المدينة. أنا ما بدي روح، إذا نشفان جلدك في كريم موجود. ما أنا قصدي هلا غير مسخرتك. ايه بابا، عن جد لازم تعمل ماسك انت، هاي القرنة عندك كثير مقشبه. شايفك مبسوط كثير. الصبح اخذت البنت على اساس على السوق، وللمساء رجعتوا، يعني يمكن جبتها على البيت يومها لترتاحوا، يمكن البيت كان فاضي. يا بابا ليش لحتى اجيب بنت الناس؟ ليش شو فيها يا ابني؟ عروس المستقبل. حلو كتير، بكرة بتحلبوا البقرات انت وبنت الضيعة. ويكون شبهها نظيفة وشريفة، ولا بتحط كريم ولا مكياج، ومثل القمر عن جد. هاي استويت، ميتها عم تغلي يا رجب. لا تزعل منا، بتكون مشتاقة لبلدها. خدها وروح انت وياها على سوريا، هاي الشغل ماشي.
ايه بفكر بعدين، بالاول بدي جوزك انت. بابا انا ما بدي اتجوز مريم. ليش؟ مين بدك لكان؟ على مين حاطط عينك؟ خلص بابا خلص، نحكي بعدين، انا عندي شغل. كل شي بتصعبوه هيك، بس بدك تسمع كلمتي بعدين. انا ما رح اخذ رايك اصلا، شو رايك؟ مرمر! زينب لحظة. خير مريم، شو في؟ هلا انت مشغولة شي؟ ايه؟ جواهر جاية هلا، بدي خبر نسوان الضيعة مشان يجوا الكل يقبضوا مصاريهم منها. ايه مدام هيك بلا ما ازعجك. خير؟ صاير شي معك؟ شو في خبريني؟ اختي زينب، عيد تطلع فيني تطليعة بشعة. تطلع فيني وكأني عاملة شي وبعدين دار وشه. يمكن هو ما بقى بده يعني. قلت لحالي انتي بتعرفي شي. الحق معه يا مريم، شافك بعين تاب مع رجب، قال كنتوا منسجمين كتير، طبعا بده يزعل الولد. لك لا والله ما في شي بيناتنا بالمرة، رجب مثل أخي، منعرف بعض من صغرنا، لا بده يعني ولا أنا بدي. أنا ما باخذ غير عيد لو ماما صار. تبكي، هذا تخبيص أخي وما رح يصير. خلاص وهي أنا قدامك وعم بحلف لك. خلاص لا بقى تبكي ولا يهمك، خلاص منلاقي حل، لا بقى تبكي ورح فهمه كل القصة. خلاص شو بدك؟ عيد عندي. مريم خلص عندي. اسمعوها، ما بدي هنيك صهصهة وضحك ولا بدي مياعة، جايين لنشتغل هون، تعملوا اللي أنا بقلكن عليه وخلاص. حاضر معلمة. فهمنا، انتي ولا يهمك. صحيح، لا تطلعوا على الشباب، ها هلأ بيغفوا علينا مثل الدبان. ما بدي راسكم مرتفع، بدي عينكم بالأرض وسابتين. إذا حدا بيعمل شي أنا بدبره أختي. إيه دخيلك، ليش مين بيسترجي؟ أنت شو عندك خالتي هنا؟ تنكات دبس بندورة وباذنجان ميبس، كم كيلو طلعوا؟ طلعوا كيلين ونص خالتي هنا. تفضلي خالتي. تسلمي جواهر، لمينا كم قرش بمعيتك، الله يرزقك ويعوض عليك. إن شاء الله كلنا يا خالتي هنا أهلين. نورتي البلد يا جواهر، لقيت أطرميزين بالبيت يلتي بيلزموكم. لا ما بدنا يا أمينة، اشترينا. لا اتركيها زينب، المرة محتاجة باينة. بعد إذنك أخي، إذا بتحط لنا هدول كمان بالسيارة. تفضل، يسلموا هالإيدين. بدنا نتحاسب هلأ أختي؟ وقفي بالدور، في ناس إجت قبلي. العمى كأنه عن جد عم يشتروا بضاعة. إيه والله عاملينها شغلة، إيه كلهم قطرة ميزين بندورة، بدي هالشي. جواهر، مين هدول الصبايا؟ هدول البنات جايين معي، جورية وبشيرة، عم يشتغلوا عندي هلأ. هاتي لقلي. شوفوا شغلكم، يلا حطوا هذا، يلا. هي الفكرة حالة صارت بلا الآغا. جواهر بدي استنى كتير كمان، لأني تركت طبختي على النار. لا ما رح تستني خالي أمينة، خدي دبساتك وتيسري، نحن اشترينا اللي بدنا اياه اصلا، وتبعاتك زياده علينا.